لا اكيد وراها حاجة القطة دي يا جماعة، الموضوع كبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في تريلر رياكشن جديدة. والفيلم اللي هنعمل رياكشن للتريلر بتاعته النهاردة هو كابتن مارفل. كابتن مارفل كنا بالفعل عملنا له تيزر رياكشن للتيزر الأولانية اللي نزلت من شهرين ونص تقريبا، وساعتها اتكلمنا عن التريلر وعن انطباعاتها، وبعدين قعدنا نوقف فيها مشهد بمشهد ونتكلم عن تفاصيل وحاجات زي كده، واتكلمنا كمان عن السيناريو والإخراج وفريق التمثيل والحاجات دي كلها. المرة دي طبعا مش هنقعد نعيد الكلام ده كله، المرة دي بس هنقتصر على انطباعات التريلر وبعدين برضو نعدي عليها مشهد بمشهد. اما معلومات الفيلم ورأيي فيها والكلام ده كله هحط لكم لينك ليه في كارد هنا، ممكن تدوسوا عليه وتعرفوا كل حاجه. التريلر بتاع كابتن مارفل تسخينه مهمه جدا للتريلر الاهم والاعنف والاكثر ترقبا المنتظره بكره ان شاء الله بتاعه افنجرز 4. الفيلم ابو من غير عنوان لغايه دلوقتي، ابو من غير بوستر، ابو من غير كل حاجه، ومن الواضح ان هم هيرموا كل حاجه علينا مره واحده. وطبعا ضروري هعمل لها تريلر رياكشن، وعشان بس نظبط مواعيدنا هي منتظره بكره في برنامج جود مورنينج امريكا، ده بيشتغل عندهم من 7 الصبح ل 10 تقريبا، اللي هي عندنا بتوقيت مصر من الساعه 2 ل 4 العصر تقريبا. امتى بالظبط جوه البرنامج محدش عارف، بس عموما انا في الساعتين دول هقعد هنا هلبس لبس الشغل واحضر العده واقعد ريفرش لغايه لما تطلع قدامنا واضرب عليها رياكشن على طول، عشان دي ما ينفعش تتحرق باي شكل من الاشكال، ما ينفعش نعرف عنها اي معلومات قبل ما نشوفها مع بعض. زي التريلر دي بالظبط اللي كالعاده ما شفتهاش ولا مره، هشوفها معاكم دلوقتي لأول مرة، فيلا بينا. So Skrulls are the bad guys. And you're a Kree, a race of noble warriors. Heroes. Noble warrior heroes. Your life began the day it nearly ended. We found you. With no memory, we made you one of us. So you could live longer, stronger, superior. You were reborn. I keep having these memories. Something in my past is the key to all of this. You know how to fly this thing? We'll see. That's a yes or no question. Yes. Would you like to know what you really are? I think I had a life here. What aren't you telling me? You've come a long way. But you're not as strong as you think. This war is just the beginning. I'm not gonna fight your war. I'm gonna end it. Aren't you the cutest little thing? Aren't you cute? And what's your name, huh? Fury. I'll be back. ايه موضوع القطه ده؟ بيحمل معاني اخرى يعني، الناس بقى ليه حاجه تانية اكتر ما شفتها، نوع ممكن نقعد ندقق في الاسم وكلام زي ده. تريلر حلوة للي ما كانش يعني الشوق أكله وابتدى يدور لوحده زي حالاتي كده. أنا بصراحة طبعا في حاجات كتير هنا ما اتقالتش في التيزر الأولانية، بس أنا من ساعة لما سمعت عن الفيلم وعرفت إن نازلة له تيزر وكلام زي ده عشان أقعد أتكلم في حلقة يعني، قعدت أذاكر فعرفت مين هم الكري ومين هم السكرال وإيه هو الموضوع وكلام زي ده. السؤال الوحيد اللي كان فاضل عندي هي اتشفطت فوق إزاي، لأن دي معلومة ما كنتش عديت عليها، ومن الواضح إنهم هنا بيقولوا هي غالبا يعني حصلت لها حادثة في طيارة لما كانت طيارية
اللي هي بايلوت يعني، وكراشت عندهم وفاقدة الذاكرة، وربوها بقى وعملوها واحدة منهم من أول وجديد، اللي هم الكري، المخلوقات الفضائية والكلام ده كله. برضو التفاصيل بتاعت الحاجات دي كلها اتكلمنا فيها في التيزر رياكشن. غير كده تقريبا أنا عارف كل حاجة، فبالنسبة لي التريلر دي يعني مجرد تأكيد على بعض الحاجات اللي هعدي عليها معاكم دلوقتي وبتاع، لكن عموما تريلر كويس، ما فيه مش هتخليني أقعد أسقف بوداني يعني، بس كويس. والمشهد ده كنت اتكلمت عليه سخرية في التيزر رياكشن وكلام زي ده، والناس برضو وضحت لي في الكومنتس ان دول سكرالز، دول بقى اللي بينزلوا الارض، اللي هما تو ريسز في خناقة يا جماعة، في حرب يعني، الكري والسكرال. السكرال دول عندهم الشيب شيفتنج ابيليتي، فكرة ان هما غيروا شكلهم وبتاع، فتيتا دي شريرة يعني. طب ازاي الناس تتفرج على ده وما تضحكش؟ مش فاهم يعني. زي ما اتفقنا برضو في التيزر رياكشن، الدنيا هنا من حيث التجربة البصرية وشكل الشخصيات والحاجات دي كلها ملمسة شوية مع جارديانز اوف ذا جالاكسي، والاسباب واجهة، لان الكري نفسهم تم تقديمهم في جارديانز اوف ذا جالاكسي من خلال شخصيه رونن، واعتقد الشخصيه كمان مش فاكر اسمه اللي كان عامله جيمون هونسو لو انا فاكر صح، هو ده. بس هما ايه، ما وقفوش عنده شويه يعني. دي لما وقعت عندهم، لما كراشت عندهم بقى، منظر جارديانز اوف ذا جالاكسي قوي. انات بيننج كنا اتكلمنا عنها في التيزر رياكشن وما كانتش ظهرت فيها خالص، المره دي بتظهر اهو، من الواضح ان هي واحده من الكري، من القيادات يعني، وعملوا لها نقل ام بي في دمها علشان تفضل عايشه. ليف لونجر سترونجر سوبيريور، ده اللي بيخليها سوبر هيرو من الاخر يعني. والبتاعه اللي على دماغها فوق دي يندو شويه يعني، عندها حاجة ليها دعوة بالموضوع. يمكن ده أول فيلم في المارفل سينماتيك يونيفرس اللي نقدر نقول إن نيك فيوري سامويل إل جاكسون فيه قايم بدور بطولة، مش دور يعني الدور التاني بشكل مباشر، هو عينيها ودليلها في كل حاجة في الموضوع. وأتصور إن الليلة دي كلها بدايات شيلد بقى، من الواضح إن في كيمياء حلوة هتبقى ما بينهم كمان. أنا بيتهيالي إن الفيلم ده هيشتغل على الثلاث محاور. المحور الرئيسي لازم هيكون صراع خير وشر مباشر، في فيلن وفي هي وفي تهديد وفي كلام زي ده. المحور التاني الماضي بتاعها، الحاجات اللي هي هتبتدي تفكر فيها وعايزه تفتكر بقى هي كانت مين وحياتها كانت ايه قبل ما تتشفط فوق، وموضوع ازاي بقت في الطيران وازاي بقت الكلام ده كله، وطبعا في اسرار هتتكشف من ورا الموضوع ده كله. والمحور الثالث بتاع اليونيفرس بتاع الام سي يو بقى، بتاع تربيطة الفيلم ده باللي احنا وصلنا له بالفعل في افنجرز 3 والكلام ده. عايزين نفهم اهمية الام بي اللي بينزفوه ده. ده بقى مش جارديانز اوف ذا جالاكسي، ده جرين لانترن الصراحة. جود لو ظهر في التريلر اللي فاتت، عارفين ان هو موجود في الفيلم. مش ده رونان يا جماعة اللي واقف بظهره ده؟ بن مندلسون برضو عارفين ان هو موجود في الفيلم، بس ما ظهرش في التريلر الاولانية، وانا كنت متصور ان هو فضائي بصراحة، لكن من الواضح ان هو او يمكن يكون سكرال، مش عارف يعني. I'm not gonna fight your war. حضرتك بتكلمي مين؟ ولا انا ما خدتش بالي من سياق الحوار ولا ايه بالظبط؟ فاضل لها 2 فولت وتنور. ام جانا اندت. لا دي مش بتنسحب، دي بتحط عليهم يعني. يديني في الجرافيكس، جرافيكس كتير، ما بحبش الجرافيكس الكتير. ايه بقى موضوع القطه ده؟ عايز افهم. كيورست ايه بقى ده مستحيل اعرف اقرا الكلام ده. ده محتاجه بقى تحليل بتاع. استهيالي في حاجه مكتوبه هنا ليها معنى. اظن يعني، عشان انا يعني ايه بقى مرتاب يعني، لها وراها حاجه القطه دي يا جماعه. مارس كلام كويس، ما عنديش حاجة تقفلني من الفيلم في التريلر دي ولا حاجة تزود حماسي الحقيقة يعني، هو زي ما هو. كان عندي يعني تحفظ بس على ان فريق البطولة مش مرعب قوي، هي بري لارسون، ساميل جاكسون، الباقيين الكويسين اللي احنا عارفينهم دول من الواضح ان ادوارهم صغيرة، مش هيقعدوا معنا كتير وكلام زي ده. فزي ما احنا نسبة ترقبنا 10 من 10، برضو مفيش اي حاجة تقفلنا لحد دلوقتي يعني. في انتظار التريلر الكبيرة بكرة ان شاء الله، وضروري ضروري ضروري هكون معاكم. ده رأيي ودي انطباعاتي ودي درجة ترقبي، الأهم منهم رأيكم وانطباعاتكم ودرجة ترقبكم، ياريت تساهموا بيهم في الكومنتس. ولو تعرفوا حاجة عن موضوع القطة ده، ولا موضوع القطة ده واكل دماغي جدا محتاجين نعرف حاجة عنه يعني، ياريت تقولوهم في الكومنتس. ألف شكر لحضراتكم على المشاهدة، ياريت تعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم، اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول بأول، وتابعونا على فيسبوك وتويتر وباز، وباي باي.